أهلا وسهلا. اليوم في أول فلوج لي حابة أخذكم معايا على مشوار، حروح على استوديو صاحبتي أميمة. أميمة فوتوغرافر فظيعة، شغلها مرة حلو لازم تشوفوه. هنقضي يوم خفيف، عادة لما بروح استوديو حقها بنسوي أشياء مختلفة، بس قبل لا أروح وأوريكم خلينا ناخذ قهوة. أهلا، صباح الخير. ممكن 2 سويت بوشن؟ أخذنا القهوة، حروح عند أميمة دحين عشان لا أتأخر عليها. صباح الخير، عندي أغراض. أميمة حتكرهني. قهوتك جبت لك إياها على ذوقي، إن شاء الله تعجب. أنا دوبي وصلت عند أميمة، مرة متحمسة أوريكم المكان، مرة مرة أحب الاستوديو حقها. وريتكم المكان حق أميمة، دحين أبغى أكل لأن أميمة وعدتني إنه هي حتسوي لي فطور لذيذ، فأبغى أشوف إذا مواهبها في الطبخ زي مواهبها في التصوير. خلينا نوريكم الوصفة. أميمة حبت تعمل لي أفوكادو أنا توست على طريقتها، فأول حاجة هرسنا الأفوكادو وحطينا معاه ملح وفلفل أسود، وأنا أحب الأكل الحار فحطت لي شوية فلفل، وبعد ما حطته على الخبز حطت معاه لبنة وشرايح من السمن. وقت التزيين عاد عملته على طريقتها، فحطت سمسم أسود وشوية فلفل مجروش وكمان شرايح من الكمكوات. ما تبغى تصور ده كمان؟ طبعا دائما إذا في أكل لذيذ هنا في الاستوديو أوكي، في إيجابيات كثيرة إن أنا موجودة هنا، بس واحدة من السلبيات مستحيل ناكل على طول، نستنى أميمة تخلص تصوير. اليوم حبيت أشارككم وأوريكم إيش بعمل عادة لما بجي في استوديو أميمة، يعني حاجة مرة خفيفة، بنصور، بناكل، نقعد بنتكلم. هذه الأشياء صراحة آخر فترة أحس مرة بتساعدني تبوست الكرياتيفيتي، بتزيد الإبداع. إذا حبيتوا الفكرة اللي أنا عملتها اليوم وأول فلوج أصوره، بليز أعطوني رأيكم، وطبعاً كالعادة لا تنسوا تشتركوا في القناة، وأشوفكم إن شاء الله على خير. ودحين صار لازم ناكل.